بقى نرجع مره تانية لماتش النهارده والاهلي وسموحه، ورؤيتك الماتش ده هيكون ماشي ازاي؟ رؤيتي الصعوبه فيه في طارق العشري. طارق العشري قدام الاهلي بيعمل يعني هو مدرب كويس لكن ملوش حظ في النادي بتاعه. النادي على فكره هو طارق العشري من اسكندريه طبعا وساكن جنب سموحه، فمالوش حظ مع سموحه حتى الان، النتائج لم تساعده، وهو في مشاكل بينه وبين بين الاداره، فرج عامر ضده، بعض المجالس الاداره معاه، فهنا عنده مشاكل مش فنيه، مشاكل نفسيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طارق العشري قدام الاهلي بيعمل ماتشات جامده جدا، اخرهم طلع الجيش في نهايه كاس الموسم اللي قبل الماضي اللي الاهلي كسب فيه بركلات الترجيح. انا ازمتي او ازمه الاهلي في المباراه دي مع طارق العشري. طارق العشري كسب قبل كده السوبر من الاهلي، وكسب كاس مصر من الاهلي على ما اعتقد، وكسب قبل كده هو المدير الفني الثاني على ما اعتقد اللي استطاع انه يكسب بطولات بعد حسام البدري في مصر كمدير فني يعني. فلا، المباراه صعبه، المباراه محتاجه ان لعيبه الاهلي تبقى فايقه، محتاجه ان لعيبه الاهلي ترجع مره ثانيه، لعيبه النادي الاهلي اللي كل الجمهور بيثق فيها، كل الجمهور بيشوف ان هم لعيبه عندهم يعني اعلى مستوى. يعني انا ما اعرفش ليه لعيبه الاهلي، انا حاسس انهم بعاد. ليه المشكله فين بالظبط؟ لا، هل بعاد إيه؟ في العموم ولا حضرتك بتتكلم عن الازمه اللي هي يمكن او المشكله المتكرره معانا الموسم ده جايه معانا، يعني الموسم الجديد، وهي الفينال او الفاينل تاتش اللي كتير اتكلموا عنها. بقى تتكلم كلمنا بالعربي. اللمسات الاخيره. ايوه كده، اللمسات الاخيره. ماشي طيب، وارد الخارج. ده برنامج عالمي يا استاذ عبد المنعم، ده برنامج عالمي. لا برضه قدامك برضه وحضرتك شخص عالمي. الله. لا بصي، انا مستغرب ان النادي الاهلي دايما كان لما الزمالك يخسر او نفس التقليد بتاعه يخسر مباريات كان هو بيخلص المباراه التاليه وبيكسب المباراه وبيفرق كتير، لكن الزمالك كان بيتعادل او الاهلي الزمالك بيتعادل والاهلي كان بيخسر نقاط، ودي الازمه اللي انا ما اعرفش فيه ايه اللي حاصل فنيا في النادي الاهلي واللي مخلي اللعيبه مش في مستواها. انا شايف ان لعيبه الاهلي لم تقدم حتى الان 50% مستواها، ابتعاد مستوى. ايه السبب؟ انا عايز احط مقارنه بايه بس، انا همشي بحضرتك نقطه نقطه، مقارنه بالموسم اللي فات ولا مقارنه ب 2020 مثلا والثلاثيه عشان نبقى فاهمين. مقارنه بمستوى اللاعب نفسه من ساعه ما جه النادي الاهلي، اي لاعب في النادي الاهلي موجود حاليا في النادي الاهلي تبص على مستواه في المرات اللي فاتت هتلاقيه مختلف تماما. محمد شريف هداف الدوري من سنتين، اين محمد شريف؟ محمد شريف ربما بعد رحيل موسيماني الاداء شويه اختلف، لكن انا مثلا هختلف معاك في قفشه، انا اشعر ان قفشه رجع تاني. لسه ما جيتش ناحيه قفشه. ما احنا هنمسك لاعب لاعب. انا اتكلمت، لا مش لاعب لاعب. انا بقول أفشا. انا بتفق معاك بدا يرجع والطريقه اللي انا شايفه انا سوري بختلف معاك ان لا ان في لعيبه رجعت، يعني في بلعيبه انا بشوف ان هي رجعت بشكل كويس. 13 مباراه. الشناوي نفسه انا شايف ان هو بقى متالق زي الاول. جت على فتره على الشناوي ما كانش الافضل يعني اللي احنا نعرفه، لكن الشناوي دلوقتي اعتقد ان هو مستوى هتختلف معايا ووشك كده بيقول لا 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 خالص والله. لا 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 عموما اكيد الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه كل الاحوال. انا شايف النادي الاهلي مستوى كوجه عام بشكل كامل لا مش المستوى اللي الجمهور راضي، يعني حتى قياسا على السوشيال ميديا. ما خلينا نقول الحقيقه طبعا، الناس اكيد شايفين المستوى. على فكره هي وجهه نظر طبعا. انا شايف ان النادي الاهلي مستوى اللعيبه مش المستوى اللي كانوا عليه قبل كده. هل رؤية حضرتك دي ممكن تخليك تبقى قلقان من ماتش زي ماتش سموحة النهاردة أو لقاء الديربي يوم السبت الجاي إن شاء الله أمام الزمالك في البطولتين سواء دوري أو كاس؟ يعني هل مخاوفك دي خايف إن هي ممكن تنعكس في الماتشات اللي جاية؟ أنا بنقل مخاوف الشارع وفي نفس التوقيت انا بشوف السوشيال ميديا بتتكلم ازاي. طبعا السوشيال ميديا مقياس حقيقي لما يحدث، مش كل الامور فيها. لا انا عارف والله، بس السوشيال ميديا انعكاس كبير جدا ان في جمهور بيحب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي، فبالتالي شايف ان في لعيبه مش في المستوى، لعيبه محتاجه يداس عليها شويه بلغه الكوره عشان خاطر ترجع لمستواها تاني. لعيبه الاهلي عندها امكانيات فنيه وبدنيه قادر انها تقود النادي الاهلي الى يعني منصات التدريب وترجع بقوه، لان الاهلي عنده استحقاقات مهمه، عنده ماتش النهارده ماتش اقصائي وماتش بطوله طبعا. انت عندك فرصه انك تستعيد البطوله الغايبه عندك من السنه اللي فاتت وعندك بطوله الدوري شغال فيها وعندك كاس عالم للانديه وعندك ماتش مهم ماتش القمه. كل الحاجات دي اختبارات حقيقيه للاعيبه الاهلي انهم يرجعوا ويستعيدوا مستواهم، وده جمهور الاهلي بيستناه. خلي بالكم ماتش يوم السبت ده ماتش يمكن انا يعني انا في تصوري بعمل موضوع في الاهرام الرياضي ان من الماتشات القليله جدا ان نشوف فيها فرقتين
وهم بعيدين تماما عن مستواهم اللي احنا نعرفه. والمباراه دي هتكون فرصه كبيره جدا ان الفرقتين يستعيدوا فيها مستواهم، يستعيدوا فيهم اللعيبه، يستعيدوا فيهم لعيبتهم ومستواهم. ده مش قاصر على الاهلي بس.